نروح ل احنا لسه في قطاع ناشئين النادي الاهلي، لكن هنروح لعمر سيد معوض. عمر سيد معوض يوقع للنادي الاهلي لمده 4 سنوات. قام عمر سيد معوض لاعب فريق الاهلي مواليد 2006 بالتوقيع على عقود احتراف مع النادي الاهلي لمده 4 سنوات. ده خلال جلسه جمعت بين كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين والكابتن محمد شوقي نائب المدير الفني للقطاع، وفي حضور كابتن سيد معوض طبعا والده نجم الاهلي السابق. واكد الكابتن وليد سليمان على ان الاهلي لن يقف في طريق اي موهبه كرويه، اي عرض هيجي احترافي خارجي لاي حد هيكون طبعا محط اهتمام مهم جدا، لكن في شرط ان يكون هذا العرض مناسب ويليق بالنادي الاهلي وامكانيات اللاعب ده، مع الاخذ في الحسبان الرؤيه الفنيه وحاجه الفريق الاول. دي نقطه مهمه جدا. ادي لاعب اهو مطلوب وكان جاي له ريال بيتيس وكان عليه ضجه كبيره جدا، وعمر من المواهب بالمناسبه، عمر موهبه واضحه جدا. عمر كمان غير ان هو موهبه واضحه جدا، هو شخص ابن من ابناء النادي الاهلي بجد، سواء من خلال والده كابتن سيد معوض او ان هو متربي ومتدرج في قطاع الناشئين من صغره، فهو واحد الحقيقه يعني متوقع له مستقبل كبير جدا في عالم كره القدم، سواء مع النادي الاهلي او لو قدر ليه الاحتراف، لان هو راجل مطلوب. يمكن اصابه الرباط الصليبي عطلته شويه الموسم ده، هيبقى يعني نتمنى له العوده بسرعه ان شاء الله. الرباط الصليبي اصابه مش سهله، لكن ان شاء الله كل التوفيق لعمر سيد معوض اللي دلوقتي صاحب عقد يمتد ل4 سنوات وهو لسه لم يتجاوز 17 عام.